ذلكم الخلف الذي هو خلف لخير سلف لفضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوي. فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة سبعا مثانيا لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرأ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائما التبيان. فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. مع فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرب. والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن
فاستغفر كما أمرت وأنت فاستغفر كما أمرت وأنت تطهر إنه بما تعملون فاستغفر فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء
وأقم الصلاة. وأقم الصلاة وأقم الصلاة. وأقم الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى السيئات ذلك ذكرى إن الحسنات يذهبن السيئات.
يذهبن السيئات ذلك ذكرى واصبر فإن الله لا يطيع أمر المحسنين ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك لي
القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وما مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكل سامحونا عن التقصير يا الله. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما فؤادك.
وكلا نقص عليك من ولله غيب السماوات والأرض.
وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه في حبايب لينا هنا نقطوم الفرصة في اخواننا هنا نقطوم الفرصة وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طلب واحد بس لا أقسم بهذا البلد وأتحل بهذا البلد والوالد وما ولد
لا أقسم بهذا البلد. الله يرحمه عليه رحمة الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا. أيحسب أن لم يره ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وشفتين
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.